علي بيحركها لعند اوسكار كيد بيحاول مقطوعه من النابلسي ايضا اوسكار لافيلي دفاعي ماد عم يطلع بالهجمه عم يطلع بالكره بمرر لاوسكار اوسكار بعيد اللاعبين يلي سجلوا احد الاهداف الثلاثه للسلام بهال وعادت الكره للسلام مع عماد كريمه الاستلام من اوسكار غنطوس بيتقدم والدفاع من يوسف بركات اوسكار بيحاول اوسكار بيكسر للخلف بيتقدم من العمق اوسكار بعده عم يبحث عن دويهي يلي تصدى للكره ومن ثم انطلق حمزه العلي وابعد لا بمرر لعند اوسكار ايضا واحد من اللاعبين الصغار 17 سنه لاوسكار غنطوس مستقبل كبير منتظره فقط كانت من أليكس بطرس قطع الكرة مرر لأوسكار وزهير عبد الله بيرتكب الخطأ على أوسكار مباريات معدل تقريبا 3 أهداف في المباراة الوحدة هذا موضوع من نابلسي بيقطع بمرر لعند أوسكار غنطوس لعند أليكس بطرس منطلق أليكس بطرس أليكس بيدخل بتعود مرة جديدة لعند وليد فتوح وليد لأوسكار أوسكار بيتقدم أوسكار بيحاول أوسكار بمرر أليكس بطرس عامر محفوظ بيمرر لعند اوسكار غنطوس لا اليكس اجرى حتى اللحظه كل من الفريقين يبحث عن التسديد بفضل يمرر انطلاقه اوسكار والكره العرضيه بيتصدى لها علي ظاهر عماد كريمي بيبعدها بتوصل لعند اوسكار يلي بيعيدها مقطوع الكره بتعود مره جديده لعند اوسكار غنطوس التمريره الانطلاقه من باتريك امام لعند حسن الحج مقطوعه من باتريك مناع لعند اوسكار غنطوس لم الكره تقدم اوسكار بحث عن يا كحيل كان عم يقطع الكره بتعود مره جديده مع اوسكار بيدخل بعمق الملعب اوسكار بيبحث عن الحل بفضل التسديده والسهله بين يدين مقطوعه من باتريك مناع باتريك بيمرر لاوسكار اوسكار بيمرر لفيليب فيليب كان متسلل في